اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده ماك تك. صباح اللي عنده صباح، مساء اللي عنده مساء، وتصبحوا على خير للنايمين. اليوم حلقه جديده عن موضوع مختلف شوي صغير عن الماضي، خاصه هلا نحن بالحجر وموجودين كلياتنا اغلبنا بالبيوت. فالموضوع كان كيف ممكن انت تكون انتاجيتك افضل وانت قاعد عم تشتغل ببيتك. السبب انا بدي اقولكم على طبيعه عملي شوي صغيره وعلى مكتبي اللي هو موجود بالبيت. ودائما على هذا المكتب في عندي جهازين من ثلاثه دائما موجودين، يا اللابتوب الويندوز او الماك او الايباد. واحد من هالثلاثه او اثنين من هالثلاثه دائما موجودين. في عندي ثلاثه كيس يوز سيناريوز، يعني في عندي ثلاث طرق أنا بستخدم فيها هذه الأجهزة. أول طريقة هي اللابتوب مع الآيباد. ثاني طريقة هي اللابتوب والماك مع بعض. وثالث طريقة الماك مع الآيباد أو كلياتهم سوا. لأحكي لكم شوي عن أول طريقة. أول طريقة هي الآيباد واللابتوب، مع أنه اللابتوب اللي عندي هو 2-in-1 لابتوب. شو يعني 2-in-1؟ طبعا think different، دايما think different، بس هذا 2-in-1 يعني هذا بيقدر يصير كمان تابلت. وبالتالي لما بنعمله تابلت مود بيسألنا السؤال الحلو كثير: always ask before switching do you want to be tablet mode? Yes I want to be tablet mode. وهيك ساعتها بيصير فينا حتى نستخدم القلم معه هو وبالتابلت مود. والقلم اللي هو على برنامج مثلا OneNote. Hello. ولكن الكتابة منا ممتعة مثل ما هي ممتعة على الايباد. هذا الجهاز كثير سبيكس تاعته حلوين، هعمل له ريفيو انبوكسينج. هلا هو انا صحيح عم بشتغل عليه، بس انا بصراحة تركت الانبوكسينج لانه حيكون انبوكسينج وريفيو لل HP Spectre X360 14 انش. هلا هو 13.5 بس ما بعرف ليش اسمه 14، انا ما بعرف. التابلت مود على الويندوز بتحسوه بعده somehow lagging، يعني بتحسه بعده متأخر. الروتيت غريب شوي، القلم استعماله حتى غريب. مشان هيك أنا اعتمدت اللابتوب إنه يضل لابتوب، مع إنه بقدر استخدم القلم وبقدر استخدمه ك 2-in-1 device، ولكن دائما فضلت إني استخدم الآيباد لكل النوتس تاعيتي، لأنه هيك بيكون في ركز على إنتاجيتي والبرودكتيفيتي تاعيتي، وبالتالي بنفس الوقت كون عم بقدر اخذ كل النوتس اللي انا بدي اياها بالقلم تاع الايباد، اللي هو القلم تاعه صراحه الاكسبيرينس تاعته احلى بكثير من الاكسبيرينس تاعت التابلت مود تبع الويندوز. سو هيدا القلم هو واحد من اهم البرودكتيفيتي تولز عندي، بالاضافه للماجيك كيبورد. الماجيك كيبورد تبع الايباد، الماجيك كيبورد تبع الايباد هو احلى تايبنج اكسبيرينس شفتها، وما قدرت اختبر مثله لا على الماك ولا على اللابتوب. وكمان بالاضافه للتايبنج اكسبيرينس تبع الماجيك كيبورد، التراك باد تاعيته كمان كثير حلوه. ولكن مش لهذا السبب بس. اغلب الشغل تبعي على الويندوز بيكون مينلي باور بي اي واكسل وهالقصص هيدي. ولكن الايباد حتى لو ما كنت عم بستخدمه لاخذ نوتس، دائما فاتحه وعليه الايميلات. ولهذا الشيء وهذا لسبب كثير كثير بسيط حارجيكم اياها هلا لما بفوت على الايميل. بس تفتحوا الايميل هتلاحظوا في شغلة كتير كتير حلوة، وهالشغلة بكل بساطة هي انه اذا انتم عندكم اي اجتماع بيطلع الاجتماع فوق وبيعدلكم العداد قديش بعد باقي لو الاجتماع تبعكم. وهيدي الشغلة كتير كتير اساسية لحتى ما يروح عليكم الاجتماع. بينما على الويندوز او حتى على الماك هي عبارة عن نوتيفيكيشن بتطلع فيك تعملها ديسمس باي وقت، بينما هون هي قدامك ودايما انت شايفها، وبس يصير وقت الاجتماع بيطلع لك مثل ايكون صغيرة اسمها جوين. فلقيتها هيدي صراحة الفيتشر كتير كتير حلوة ومانا موجودة بالويندوز ابدا. اكتر شيء بيجيك نوتيفيكيشن، واغلب الاوقات اذا بتكون مشغول باشياء تانية يمكن ما تنتبه للكمبيوتر انه في عندك ميتينج وتروح عليه، بينما على الايباد it never happened. وهيدي الشغلة كتير بتميز الايباد، وانا عشان هيك
بفضل الايباد لا الايميلز ولهالامور اكثر بكثير من الويندوز واكثر من الماك كمان. نجي لا الطريقة الثانية. الطريقة الثانية هي بين الماك وبين الويندوز. أغلب الأوقات أنا الويندوز عندي هو بس للشغل، ولكن أوقات كتير بصور لكم بالويندوز إشياء إكسل، باوربوينت، كل هالأمور هاي، وبدي أخذ ملفات على الماك. طبعاً إذا كانت ملفات إكسل أو إذا كانت ملفات هي أوريدي عم تطلع على الوان درايف وأنا بقدر أحصل عليها إميديتلي لأنه سينكرونايز على الماك. ولكن إذا عم صور فيديو، الفيديو إجمالاً أوقات بيكون 1 جيجا 2 جيجا حسب. أسهل طريقة لقيتها هي عبارة عن، إذا بدكم اعتبروها تيب تريك اللي بدكم إياه، عبارة عن هالماوس. هالماوس هي لوجيتك الام اكس ماستر، وهيدي اللوجيتك الام اكس ماستر فيها شيء اسمه لوجيتك فلو، بيعتمد على الواي فاي تبع الغرفة اللي انتو فيها، وبالتالي بهيدي الواي فاي بيقدر يعطيكم طريقة خرافية بنقل الداتا. بعمل كوبي على الويندوز بنقل على الماك، بعمل كوبي على الماك بنسخ على الويندوز بكل بساطة، بس يوزنج هيدي اللوجيتك. ولأجيكم إياها خلينا نروح على البي سي وأجيكم عن جد هاللوجيتك فلو كيف بيشتغل. ماستر باللوجيتك الأماكس ماستر في شغلة كتير حلوة بتجي اسمها اللوجيتك فلو. اللوجيتك فلو لتشوفوها أكتر خليني أجيكم إياها شو هي اللوجيتك فلو. اللوجيتك فلو هو سوفتوير بينزل على الجهازين على الماك وعلى الويندوز، وبالفلو بيخليكم تشوفوا الجهازين وبتحددوا وين مكانهم، الجهاز اللي انت عليه والجهاز الثاني اللي انت بدك تنسخ منه. مجرد ما تزيح على طرف الشاشه بتصير الماوس موجوده على الميل الثاني اذا انتم شايفتينها احيه هون، واذا برجع باخذها لهون كمان بتجي وبتصير عندي هون، وبالتالي فيني باي وقت انا انسخ ملف موجود بقلب هيدي. يعني اذا انا بجي هلا بعمل نيو فولدر هون وهالنيو فولدر بسميه تست ماك، وهيدي التست ماك كل اللي علي اعمله اعمل له كوبي وبيجي لهون على الميل الثاني. ولاحظوا مجرد ما فوت على هيدا الفولدر وبرجع بعمل بيست كمان حتلاقوا الفولدر تست ماك اجا من الماك لهون. وحتى اذا بدكم تاخذوا اي ملف ثاني، يعني ما في مشكلة فيكم تاخدوا ملفات تانية، لنقول جيت أنا على الديسكتوب وأخدت فايل تاني اسمه مثلا فيسبوك كوفر بيج، وهيدا الفيسبوك كوفر بيج عملت له كوبي من الويندوز ورحت على الماك فتت على التست ماك وعملت له بيست، هتلاقوا الفيسبوك كوفر بيج كمان اجا من الويندوز على الماك. قد ايه هيدي بروداكتيف، قد ايش هيدي بتساعدكم، وتخيلوا لما يكون عندكم ملفات كتير كبيره قد ايش هيني عليكم انكم تقدروا تعملوا لهالملفات كوبي وبيست. نيجي للطريقه الثالثه، والطريقه الثالثه هي عباره عن الايباد مع الماك، واللي هيدي الطريقه الاغلب اللي انا بستخدمها لانه الويندوز مثل ما قلت لكم هو جهاز للعمل للشغل، فبيسكلي ما عليه ملفات غير ملفات الشغل. اما ملفات الانتاجيه تعيتي اللي انا بعملها لليوتيوب ولا اشياء ثانيه اللي انا بشتغلها فهي بتلاقوها أكتر على الماك وعلى الايباد، وهول الاثنين مع بعض بجننوا. ولحتى ارجيكم قديش هني مع بعض كتير سيملس كل عليكم تشوفوا بعينكم قديش في تولز بينات هول الاثنين، وهيدا هو جزء من الابل ايكو سيستم اللي بيعطيهم هالقوة لابل بالانتاجية تاعيتهم. ولحتى تشوفوا هيدا الوضع اللي انا عم احكيكم عنه بكل بساطة بين الماك والايباد، وعن جد هو شغل كتير مهمة. إذا أنا بجي ولنقول بفتح الويب سايت تاعت أبل على الماك، مجرد ما أفتح الويب سايت تاعت الماك على الماك لاحظوا هون طلع عندي شيء اسمه ويب سايت مفتوحة على الماك بهيدي الأيكون اللي شايفينها أنتو تحت هون. إذا بكبس عليها بتفتح لي نفس الويب سايت اللي أنا فتحتها على الماك بنفس المحل 100%. هيدا شيء اسمه هاند اوف، وهيدا الهاند اوف هو موجود بقلب الماك بقلب السيستم بريفرنس بالجنرال. بتلاقوا عندكم دائما في شيء اسمه allow hand off between this Mac and your iCloud devices،
يعني حتى لو بدي افتح على التليفون حتلاقوا هيدا الشيء كمان موجود على التليفون. بس الهاند اوف ما بتنتهي بس هون، الهاند اوف كمان موجودة ببرامج تانية. يعني اذا انا بجي بفتح لنقول a number او a keynote presentation على الماك، طبعا فيها تكون هيك وهيك، يعني هلا برجيكم اياها كمان على الماك. مجرد ما افتحه لاحظوا على الكمبيوتر هون الهاند اوف دغري اميتي بيقول لي انه في كينوت مفتوح على الديسكتوب عندك. مجرد ما افتحها هون اذا انا فتحتها واجيت لاحظته فيني اجي دغري كمان بلاقي انه مفتوح عندي على الايباد هون، لاحظوا بين عندي، حارجع احط علم على هاي واطلع من هون. مجرد ما اطلع منها بتختفي من عندي من هون، مجرد ما ارجع فوت عليها بترجع تطلع عندي هون، وساعتها اذا ببص عليها بتفتح لي اياها كمان مثل ما انتم شايفين. فحسكر الكينوت، انا سكرتها هون، حسكرها هون وارجع فوت عليها لارجيكم الهاند اوف كمان كيف عم يشتغل. ظهرت هون بفتحها وبتفتح عندي بنفس المكان. وهذا الشيء بينطبق كمان على فايلات النمبرز وعلى فايلات كل شيء. وكمان حتى اذا انا فتحت نوتس، انا فاتح النوت هلا هاي هون عم يعني بتطلع على شو عم بعمل انا وياكم هون. بكل بساطه اذا بيجي حلاقي كمان عندي النوتس مفتوحه وبفوت عليها وحيطلع عندي كمان النوت اللي انا كاتبها قدامكم شفتوها انتم هون هون. هيدي الفيتشر اللي هي هاند اوف اللي هي موجوده بين الماك وبين الايباد والايفون او الابل ايكو سيستم كثير كثير بتساعدني بالبرودكتيفيتي اللي انا عم بشتغل عليها. مش بس هيك، حتى اذا كان عندي ملفات عم بشتغل عليها او حتى اذا فتحت ويب سايت، لنقول فتحت هيدي الويب سايت ولنقول انا وبهيدي الويب سايت عملت كوبي لشيء معين موجود هون بالويب سايت، خلينا ننزل هيدي هي. فانا جيت بدي انسخ هيدي الجمله فبعمل لها كنترول سي على الايباد او كوماند سي لكوبي على الايباد، وبجي على وبعمل كوماند في، يمكن ما مبين الخط هون ولكن حاول كبر لكم اياه قد ما فيي لتشوفوها. 5G سبيد وين الفونت والفونت، وخلينا نكبر الفونت شو فونتس، وانا بدي اعملها لنقول 144 just for you to see it on the screen. 5G speed A14 bionic the fastest. عمل لي copy paste من هون وهون، وكمان فيني اعمل copy paste من هون لهون. هيدي الشغلة كثير كثير قوية، لانه انتم ممكن تكونوا عم تشتغلوا بمكان واحد وبدكم تكملوا بمكان تاني لتكملوا تشتغلوا presentations كذا، خاصة مثل keynote ومثل هيدي الشيء التاني. الشيء التاني اللي هو very very productive على الايباد هي اسمها سايدكار. سايدكار شغلة بتخليكم تستخدموا الايباد كشاشة تانية، بس مش شاشة تانية بس، شاشة تانية مع كتير اشياء فيكم حتى تستفيدوا من وجود القلم معكم بالسايدكار. سايدكار فينا نوصلها بالكوماند بالكنترول سنتر الموجود هون، بيجي بكل بساطة بكون سايدكار وإميديتلي بتروح سكرين، بيصير في عندي سكرين تانية هون للايباد. واذا بتلاحظوا صارت الماوس تاعت الكمبيوتر موجودة هون، هيها عم حرك لكم اياها وفيكم تشوفوا شو فيني انا اعمل. بكل بساطه فيني اخذ هيدي وحطها هون وتصير عندي سكند سكرين ذات اي كان يوتيلايز، وحتى فيني استخدم القلم كمان فيها واعمل اشياء كثير بالقلم. سو حسكرها هلا لارجيكم كمان وين استخداماتها بتكون اقوى اقوى شيء، مثلا ببرامج مثل فاينل كات او برامج الصوت او برامج هدول الامور. كمان هيدي استخداماتها كتير كتير حتكون قوية، لأنه بكل بساطة لاحظوا أنا عاملها دايما هي هيك، بس حأرجيكم إياها بدون ما يكون في عندي هذا الشيء. وبتلاحظوا إنه هون في عندي تايم لاين، في عندي كذا شغلة، ولكن كلياتهم بشاشة وحدة. القوي بقصة لما بيكون في عندكم سايدكار إنه فيكم تحطوا التولز بشاشة، والشاشة هون بتطلع بس بيورلي للسكرين. فهون بيصير في عندكم كل التولز اللي انتم بتكون تشتغلوا عليها، ان كان بدكم تقصوا تعملوا تزيدوا افكت او ما تزيدوا افكت، والشاشة هاي التانية بيكون في عليها كل الفيديوهات اللي نحن بدنا نساويها. هيدا كان كل شيء، وبتمنى انه هالحلقة نالت اعجابكم بالطريقة اللي انا شوي يمكن
منا كتير عادية بالشغل انه عندي multiple devices كذا. بكل الأحوال انتو حيكون عندكم يمكن جهاز او جهازين، ولكن فيكن تلوروا على طرق لتقدروا تكونوا توصلوا لانتاجية اعلى. الهدف كان من هيدا لأرجيكم المكتب تاعي كيف هو، ولأرجيكم كمان انه فيكن تفكروا بافاق مختلفة كليا غير الافاق اللي نحن مشتغل فيها، وانه ممكن الواحد يلاقي ويدور ليلاقي حلول توصلوا لنتيجة افضل بشغله بأدائه. فهيدا كان كل شيء اليوم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، شير الحلقة بين كل الناس، ورنوا الجرس ليصلكم كل جديد أول بأول. ممنونكم على وقتكم اللي قضيتوه انتم عم تحضروا. بشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.